بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة نستكمل لقائنا في شرح برنامج إحصاء القرآن العظيم الجزء 11. طبعا يمكن تحميل هذا البرنامج من موقعنا، موقع الكحيل. يكفي أن تدخل إلى جوجل وتبحث عن الكحيل أو موقع الكحيل وتدخل إلى الموقع، فستجد البرنامج على واجهة الموقع، اسمه برنامج إحصاء القرآن الكريم. تقوم بتحميل هذا البرنامج مثلا على سطح المكتب، ثم تفك الضغط، ثم تنزل الخطوط. مهم، ضروري جدا تنزيل الخطوط، وتقرأ كتيب التشغيل وتشغل البرنامج، ثم تقرأ كتيب التشغيل لكي تعلم يعني العمليات التي تتم في هذا البرنامج. نحن الآن أيها الأحبة توقفنا في اللقاء السابق عند الآيات التي تبدأ مثلا بكلمة معينة. يعني مثلا أنا أريد أن أبحث عن آيات تنتهي، مثلا هذه المرة تنتهي، أكتب نصا للبحث عنه، مثلا آيات تنتهي بحرف مثلا، أو بعبارة عزيز حكيم مثلا، عزيز حكيم. أستطيع البرنامج، فيه إمكانية أن يعطيني، طبعا أقوم بعرض الآيات أولا ثم إحصاء الآيات ثم الآيات التي تنتهي بعزيز حكيم. أضغط هنا، أعطاني 13 آية. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، الآية الثانية إن الله عزيز حكيم، الآية الثالثة والله عزيز حكيم. لاحظوا أيها الأحبة، الآيات طبعا هنا كلها تنتهي بعبارة عزيز حكيم، 13 آية في القرآن تنتهي بعزيز حكيم. طيب عليم خبير مثلا، أريد أن أعرف الآيات التي تنتهي بقوله تعالى عليم خبير، فقط أقوم بالضغط على إحصاء الآيات التي تنتهي، أو F7، يعطيني آيتان. إن الله عليم خبير في سورة لقمان وفي سورة الحجرات، إن الله عليم خبير، نفس الصياغة، إن الله عليم خبير. إذن أستطيع أن أعلم الآيات التي تبدأ بكلمة أو عبارة أو تنتهي بحرف أو كلمة أو عبارة، أكتب ما أشاء، البرنامج يبحث لي. هنا أيها الأحبة، أنا لدي في موضوع الآيات، الآيات التي تحوي كل الحروف والحركات مع مراعاة الترتيب. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك أيها الأحبة؟ يعني أنا مثلا لدي هنا، مثلا على سبيل المثال، أنا لدي مثلا حرف ألف، لام مثلا، ميم مثلا. أريد أن أعرف الآيات هنا، الآيات التي تحوي كل الحروف والحركات مع مراعاة الترتيب. أضغط هنا، أعطاني كل الآيات التي فيها ألف لام ميم مرتبة. يعني مثلا كلمة الحمد فيها ألف ولام وميم، مع العلم أن هناك الحاء قبلها، ولكن هنا البرنامج يبحث عن ألف لام ميم. مثلا لله فيها لام لام، يعني فيها أحد الحروف، هذه أحد حروف ألف لام ميم. هنا العالمين، إذن هنا الخيار طبعا يعطينا كل الكلمات التي فيها مثلا ألف أو لام أو ميم، أو حرفين أو الحروف مجتمعة. هنا أيها الأحبة لدي خيارات البحث، خيارات البحث. يقول لك مثلا هنا خيارات كثيرة أيها الأحبة، يمكن إذا أردنا أن نشرحها سنحتاج إلى وقت طويل. هنا خيار أن نبحث فقط في هذا الجدول، الجدول فقط هنا. يعني مثال، سأعطيكم مثال، أنا بحثت عن اسم مثلا، بحثت عن الإنسان مثلا، الإنسان مكتوبة هكذا بحسب الرسم العثماني، نحن هنا نستخدم الرسم العثماني، تكتب الإنسان هكذا من دون ألف، وردت 58 مرة في 56 آية، الإنسان.
الآن إذا أردت أن أبحث ضمن هذه الآيات مثلا عن مثلا كلمة مثلا كلمة البحر مثلا، أقوم هنا أضغط البحث في الجدول، ثم أضغط هنا إشارة زائد، أكتب البحر. البحر لن يبحث لي الآن، استخدم اللغة العربية الآن، لن يبحث في القرآن كله أحبتي في الله، لن يبحث في القرآن كله، سيبحث فقط في هذه الآيات 58. يعني كلمة البحر تكررت في القرآن كثيرا، ولكن انظروا هنا عندما أضغط انتر، وهنا اخترت البحث في الجدول، في الجدول فقط، في هذا الجدول أبحث، أقول له بحث، أعطاني نتيجة واحدة فقط، مع العلم أننا لو ألغينا هذا الخيار وبحثنا عن كلمة البحر في القرآن نجد أنها 37 مرة في 36 آية، البحر، البحرين، البحران، كذا، كلها موجودة هنا كما نرى أمامنا أيها الأحبة. طيب في هذه الآيات التي ذكر فيها البحر، لو أردت أن أبحث عن كلمة البر أين وردت في هذه الآيات فقط، أقول هنا البحث في الجدول، مجرد أن ضغطت في الجدول بدأ يبحث فقط في الجدول، لنكتب البر، أعطاني هنا مثلا 9 آيات، صيد البر، وهنا البحر، لاحظوا يعني أصبح لدينا فيهما بر وبحر، انظروا أيها الأحبة، ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر، وهكذا. إذن أنا يفضل أن ألغي هذا الخيار لأنني أريد أن أبحث في القرآن كله، إلا إذا أردت أن أبحث في جدول معين أو في سورة معينة. يعني مثال على ذلك، أقوم بعرض آيات القرآن أيها الأحبة، الآن أنا أريد أن أختار سور. هنا لدي عندما أضغط بزر الماوس الأيمن تخرج لي خيارات كثيرة، طبعا أنا لن أستطيع أن أجلس في كل خيار أعمل حلقة، سنحتاج إلى 10,000 حلقة. أنت اجلس وجرب إحصائيات الجدول، تغيير عمود إلى حرف، تغيير كذا، طبعا سنتناول كثير من هذه الإحصائيات المهمة، ولكن أنا في كل حلقة أحاول أن أعطيكم معلومة محددة. يعني مثلا أنا الآن لا أريد موضوع قابلية القسمة والأعداد الأولية، أريد أن أختار سورة معينة. أنا الآن أريد أن أبحث في سورة مثلا، سورة مثلا الحجر مثلا، أضغط اختيار سور، ظهرت عندي هنا السور، سورة الحجر هنا أيها الأحبة رقمها 15، أحددها ثم أقول موافق. إذن أنا لدي سورة الحجر الآن 99 آية، انظروا. أريد أن أبحث في سورة الحجر عن كلمة معينة، أضغط هنا البحث في الجدول، البحث في الجدول، سيبحث فقط في سورة ماذا؟ الحجر. سأكتب مثلا كلمة جهنم، أنا أريد أن أعلم كلمة جهنم كم مرة وردت في سورة الحجر، أقول له ابحث، إذن هي مرة واحدة فقط، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذا ألغينا البحث في الجدول هنا هكذا وبحثنا عن جهنم من جديد نجد أنها تكررت 77 مرة. إذن أيها الأحبة، خيار البحث في الجدول يعطيك إمكانية البحث فقط داخل الآيات التي يعرضها هذا الجدول. سنعطي مثال آخر لكي تتضح الصورة أمامنا أيها الأحبة، أنا أريد أن أعرض آيات القرآن من جديد، ثم أذهب إلى السور، أختار مثلا سورة، يمكن أن أختار جزء مثلا، جزء، الجزء مثلا السابع مثلا، يعني لدينا 30 جزء، أختار جزء واحد فقط، يمكن أن أختار جزئين هكذا، أمرر الماوس هكذا مع الضغط، أختار 5 أجزاء، 3 4، مثلا قال لي هنا عدد الأجزاء المحددة 3 7 8 9،
يبدأ الجزء هذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، تنتهي الأجزاء الثلاثة: وإن تولوا فإن فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. إذا أردت أن أبحث في هذه الأجزاء الثلاثة فقط مثلا عن كلمة جهنم، نكتب نفس كلمة جهنم هنا ونبحث، أعطانا كم؟ 6 مرات. لأملأن جهنم منكم أجمعين، لهم من جهنم مهاد، إلى آخره. كما قلنا أيها الأحبة، دائما هذا الأمر مهم هنا، تذكروا هذا الخيار، خيارات البحث. طبعا هناك خيارات أخرى، انظروا معي، خيارات كثيرة جدا يمكن بالتجربة أن تكتشف بنفسك، بالتجربة تستطيع أن تكتشف سر هذه الخيارات. وهنا لدي العد العكسي وكذا، أمور يعني تهم فقط المهتمين بالإحصاء، أما بشكل عام أنا أقول ما يهم السواد الأعظم من الناس. طبعا أيها الأحبة، يعني لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج من يشاء من عباده، وندعوكم دائما أن تتأملوا في هذا الكتاب العظيم، وأن ترسلوا لنا النتائج التي تتوصلون إليها، فقط نستفيد منها ونستطيع أن نوصلها للناس، قد ينفع الله بها الكثير من عباده الضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.